رئاسة القطاع الشبابي ولم لا؟ وهو أول رئيس مصري يهتم عملية الشباب، ولعل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خير دليل على ذلك. كما يؤكد الانطلاق هذا المؤتمر على حالة الأمن والأمان التي يعيشها المجتمع المصري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أصبح معها الحديث عن التوعية الصحية نوعا من الرفاهية، ولكن بفضل السواعد الشباب ورجال مصر من القوات المسلحة والشرطة المصرية وبفضل كل مختص ومحب لهذا البلد ونظرته، نحن هنا اليوم لتأهيل الشباب صحيا ونفسيا. فمستقبل مصرنا الحبيبة يعتمد على شبابنا، وصحة الشباب بجانب التعليم هي أساس كل نهضة. من هنا وبرعاية كريمة من السيدة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كاهتمام مؤسسة الآخر، هذا الصاحب بالدار في مرار صاحبة جلالة لصحة الشباب. وها نحن اليوم في المؤتمر الفوضي لصحة الشباب نقع من خلال توكلة من علمائنا الذي لا يتعدد من التخصصات الطبية المختلفة إلى تخصيص الأمراض على عدد من الأمراض التي تمثل صحة الشباب المصري وكيفية مكافحتها. السادة الضيوف السيدات والسادة الحضور الكرام، نبدأ فعاليات هذا المؤتمر القومي لصحة الشباب بجلسة افتتاحية استمرت لمدة ساعة من الآن، نستمع فيها إلى كلمات